الآن مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا نذهب إلى الجانب الرسمي في وزارة الصحة اللي الحقيقة بذلوا جهود كبيرة، يعني كأفراد بنقول لهم الله يعطيكم ألف عافية، عم بيقوموا بجهد جبار، نسأل الله أنه يعني يجزيهم كل خير على ما يقدموه وأن يعينهم على خدمة الوطن والمواطن. اسمحوا لنا أن نرحب بمساعد الأمين العام للرعاية الصحية والأولية في وزارة الصحة الدكتور عدنان إسحاق. دكتور عدنان مساء الخير. مساء الخير، يا هلا بيك. يعطيك العافيه دكتور، جهود كبيره، ما بعرفش ساعات النوم اكيد بتتقلص مع حضرتك، ولكن يعني الله يجزيك الخير ويعوضك باذن الله كل الخير على خدمه الوطن والمواطن. حابين نسمع منك اخر الاخبار، كيف الوضع البلد؟ في عنا زي ما فهمنا 15,000 اردني راح يرجعوا خلال الساعات القادمه، كيف الاستعدادات لاداره هذه الملفات؟ مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين بداية، وبحب أطمن أنا الأخوة المواطنين وضعنا بالأردن بخير. صحيح يعني سجلنا اليوم 7 حالات، لكن كلياتها يعني 4 فرنسيين هذولا جايين من فرنسا سياحة هون، وتم اكتشاف المرض عندهم ليلة أمس. بالنسبة للـ3 أشخاص الثانيين، في يعني مواطنة عراقية مقيمة في الأردن أتت من بريطانيا قبل 10 أيام، وتم إجراء الفحص المخبري لها وتبين أنها مريضة بمرض كورونا. طيب دكتور، يعني الناس بتتساءل انه المخالطه هذول كيف بتضبطوهم انتم اللي خالطوهم واللي شافوهم بهالمجتمع؟ نعم طبعا، احنا بالنسبه لنا يعني انا من امس ما نمت لحد هذه اللحظه، ما نمت الله يعطيك العافيه، عبين ما طلعت النتائج وفرقنا كانت في الميدان طيله ليله امس وتتبعوا المخالطين وأخذوا عينات من هؤلاء المخالطين لكل الحالات 7، وظهرت بعض النتائج وأظهرت خلوهم من هذا الفيروس. تمام. طيب دكتور، يعني موضوع 15,000 أردني القادمين، كيف الخطة لإدارة هذا الملف؟ وموضوع الحجر المنزلي، كثير الناس بتتساءل يعني شو اللي بده يضمن للوزاره وللحكومه انه في التزام بهذا الحظر المنزلي؟ والله هاي مسؤوليه وطنيه، يعني كل مواطن يجب ان يكون مسؤول، لانها هسه الكره في ملعب المواطن. احنا مشان نحمي بلدنا ونحمي انفسنا يجب ان نتبع المواطنه الصالحه في هذا البلد. لحمايه جميع المواطنين يجب أن نتبع إرشادات وزارة الصحة بما يخص الحجر المنزلي. لكن العدد اللي أنت بتحكيه 15,000، يعني هذا الحكي مستحيل، لأنه الليلة آخر يعني يوم بالنسبة للطيران من مصر. أنا سمعته من لسان معالي وزير الصحة 15,000 قبل يوم الثلاثاء رح يرجعوا، يعني هذا ما متوقع لانهم موجودين، بس يعني اليوم كانت يعني اخر طياره يمكن المساء بتصل اليوم من مصر، وغدا اخر يوم في المطار بشكل عام، يعني راح يكون مغلق امام الطائرات. نعم. بالنسبه للمطارات اللي عندنا موجوده. طيب يعني انا هذا السؤال يمكن اللي كثير الناس مهتمه فيه، هل احنا قادرين نضبط الامور؟ يعني اللي راح يجون هاي اخر دفعه ضابطين امور الحدود والامور كلها تحت السيطره ان شاء الله؟ لا الحمد لله، الامور يعني هسه بالنسبه لنا كوزاره الصحه متخذين كافه الاجراءات، واذا حصل يعني قدم الى الاردن اعداد كبيره سيتم التعامل معهم وتتم ارشادهم على كيفيه اتباع ارشادات الحجر المنزلي، وسيتم توقيع من قبل القادمين على تعهد الالتزام بالارشادات التي توجهها لهم وزاره الصحه. تمام. طيب اخر سؤال يعني دكتور، هل الان حسب معلوماتك انه في اردنيين عندهم الفيروس ولم يتم الاكتشاف وسيبدا انتقال المرض من اردني لاردني، ولا ما وصلنا لهذه المرحله؟ يعني حابين نعرف. لا حسب ما احنا لحد الان يعني 7 اصابات اللي سجلناهم اليوم كلهم كانوا مخالطين لاجانب، سواء كانوا اجانب هنا وسافروا
أو لا أجانب أنفسهم اللي هم الأربع فرنسيين، والثلاث حالات الثانيين أتوا إلى الأردن من بريطانيا، وكانوا يعني تعرف بريطانيا منطقة موبوءة وفيها أعداد كبيرة. يا سيدي ان شاء الله انه يعني تضل الامور تحت السيطره، والله يعينكم ويعين جميع الجهات المسؤوله والمعنيه. آمين. شكرا لوقتك، وان شاء الله نوم الهنا اليوم هيك الليله ترتاح تعويض عن الساعات الماضيه. شكرا مساعد الامين العام للرعايه الصحيه والاوليه في وزاره الصحه دكتور عدنان اسحاق، الله يعطيه العافيه والجميع. يعني وزير الصحه عم بيؤدي اداء جيد، ودكتور مندر نذير عبيدات، يعني الحقيقه احنا كافراد بنحكي عم بقوموا دور كبير. الان شو امكانيات اللي متاحه لهم عشان يحققوا النجاح في الخطه الاستراتيجيه لحمايه الدوله الاردنيه من هذا الفيروس؟ هذا موضوع يعني في كلام، وهو متعلق بامكانيات الدوله الاردنيه بشكل عام. عشان هيك بنحكي يا رب يستر علينا ويحمينا، ويعني الانتقال والتسارع في الانتقال يعني انا متخوف منه من ناحيه نفسيه اكثر من انه زي ما حكى الدكتور منذر نسبه الوفاه 2%، وعند الاقل من ال 30 بتصير 0.2% يعني او 2%، يعني فنسبه كثير ضئيله. ولكن الناحيه النفسيه اني انا اصبح كل يوم في 6-7 حالات جديده، بعدين 10، بعدين لا سمح الله التسارع في الموضوع هو اللي راح يعمل يمكن شغله على المستوى النفسي. لكن احنا نكون جاهزين واعيين، وموضوع المرحله، شعار المرحله، ايش بدكم شعار المرحله؟ هو الحظر المنزلي، هذا الحجر المنزلي هو شعار المرحله. قد ايه هذا صعب حكومه، يعني مش معقول يخلوا الامن العام ولا الدرك ولا المخابرات يتابع اللي جايين من برا. هذا مساله توعي، انه انا بدي احافظ على نفسي، وبدي احافظ على عائلتي، وبدي احافظ على ناسي وعلى بلدي، وبدي التزم بهذا الحجر المنزلي. يا رب انه تتم الامور بنجاح، ويكون عندنا الوعي من المواطن والمسؤولية ايضا والشفافية والصراحة والقدرة من قبل اصحاب المسؤولية. طيب بدنا نروح الان لفاصل، وبعديها بدنا نرجع ايضا لملفات متعلقة بموضوع الكورونا، فتفضلوا بالبقاء معنا.